صغاري، مرحبا بكم في درس من دروس النشاط العلمي. سنعود لدروس النشاط العلمي إن شاء الله، فمرحبا. فبعد أن تعرفنا في آخر حصص النشاط العلمي كما تذكرون عن حيوانات محيطي وأين تعيش الحيوانات وكيف تبحث الحيوانات عن غذائها، اليوم سنلتقي مع درس جديد بعنوان لماذا تتغذى الحيوانات؟ ولكن قبل ذلك سنحاول أن نتذكر جميعا ما رأيناه في الدرس السابق، فقد توصلنا في آخر حصة من مادة النشاط العلمي إلى أن الكلب يحصل على غذائه بعد أن يعتمد على حاسة الشم، بينما الصقر والذي يحلق غالبا في الفضاء طبعا يعتمد على حاسة البصر ليحصل على غذائه. أما الخفاش الذي لا يطير إلا بالليل فإنه يعتمد في الحصول على غذائه على حاسة السمع. كما توصلنا إلى أن النمر يحصل على غذائه عن طريق التربص والمطاردة. أما العنكبوت فتنصب فخا لفريستها بينما الثعبان يخنق فريسته. وإذا عدنا لدرس اليوم صغاري، وهو درس جديد وكما قلنا بعنوان لماذا تتغذى الحيوانات، فلاحظوا معي هذه الصورة أولا وحاولوا التعبير عنها. لاحظوا معي، لاحظوا، نعم صغاري جيد، إنها بقرة مع صغيرها الرضيع. من خلال هذه الصورة وبالإجابة على هذا على السؤال لماذا تتغذى الحيوانات، ما هي الفرضيات التي يمكن أن نضعها لهذا الدرس؟ جيد صغاري، ممتاز. إذن ربما هذه الحيوانات تتغذى لتنمو وتكبر. سنرى ما إذا كانت هذه الفرضية صحيحة أم لا. هيا بنا للتحقق من هذه الفرضية والقيام بذلك. أرجو مشاركتي طبعا في هذه الأنشطة التي سأقترح عليكم الآن. النشاط الأول، أبحث عن أهمية الغذاء في حياة الحيوان. إذن لاحظوا الصورة، هذا الحيوان هل يطارد فريسته أم يتناول غذاءه أم يبحث عن الماء؟ هيا صغاري، إذن تلاحظون بأن هذا الحيوان يطارد فريسته. جيد، نمر الآن إلى هذا الحيوان الذي أمامكم، هل الفرس يطارد فريسته أم يتناول غذاءه أم أنه يبحث عن الماء؟ نعم صغاري هذا جيد، إنه طبعا يبحث عن الماء. أما هذه البقرة التي أمامكم الآن، هل تطارد فريستها أم تتناول غذاءها أم تبحث عن الماء؟ ممتاز يا صغار، أظنكم ترون أنها تتناول غذاءها. إذن من خلال هذه التمارين أو هذا النشاط الذي قمنا به سويا نستخلص ما يلي: تتغذى الحيوانات لتنتقل أو لتتنقل ولتبحث عن الغذاء أو لتهرب من الحيوان المفترس. النشاط الثاني، في هذا النشاط نتعرف على مراحل نمو الضفدع. فكما تعرفون صغاري أن الضفدع في نموه يمر عبر عدة مراحل، تبدأ بالبيضة التي تفقس فيخرج منها شرغوف صغير والذي يتدرج في نموه إلى أن يصبح ضفدعا ناضجا. وطبعا لكي ينمو هذا الشرغوف الصغير ويصبح ضفدعا ناضجا لابد له أن يتغذى. ومن خلال هذا النشاط نستخلص ما يلي: تحتاج الحيوانات إلى الغذاء والماء لتحيا وتنمو. الآن صغار الأعزاء،
دعوني أختبر مدى فهمكم أو مدى أختبر مدى فهمكم طبعا وتركيزكم معي خلال هذه الأنشطة التي قدمت لكم. الآن من خلال هذا الدرس، لماذا تتغذى الحيوانات؟ سؤال: سل كل حيوان بنوع النشاط الذي يقوم به. الكلب ماذا يفعل؟ وهذا النمر أمامكم ماذا يفعل؟ وهذه البقرة ماذا تفعل أيضا؟ لدينا 3 اختيارات: الاختيار الأول يشرب الماء، الاختيار الثاني يتناول غذاءه، ثم الاختيار الثالث يطارد فريسته. إذن صغاري، ماذا تلاحظون؟ الكلب ماذا يفعل؟ إنه يشرب الماء. وهذا النمر ماذا يفعل؟ نعم صغاري، نعم، يطارد فريسته. وهذه البقرة إنها تتناول غذاءها. أحسنتم. سؤال ثان، أختار الجواب الصحيح. يحتاج الحمل للغذاء ليفكر، لينمو أو لينام، لماذا؟ نعم صغاري، الحمل يحتاج للغذاء لينمو. جيد. وهذه الشاة تحتاج الشاة للغذاء لتوفر الغذاء لصغيرها أو للبحث عن غذائها أو لتطارد فريستها. نعم يا صغار الأعزاء، الشاة تحتاج للغذاء لتوفر الغذاء لصغيرها ثم للبحث عن غذائها أيضا. أحسنتم. أرجو من الله أن تكونوا قد فهمتم واستمتعتم قليلا، فإلى اللقاء في درس جديد بحول الله.